تحرص مصر على ان تكون مساعي الحل في ليبيا نابعه من الاطراف والمؤسسات الليبيه واستضافت مصر مرات عديده وفودا مماثله للقوى الاجتماعيه والمؤسسات الليبيه من اجل التوصل الى توافق على كافه القضايا العالقه وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هدف تسعى إليه مصر من أجل ليبيا قوية موحدة مصر بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على المشاركة بفعالية في المشهد الليبي لاعتبارات عدة أهمها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي يعد بالنسبة لمصر قضية أمن قومي مصر كانت وتظل هي الداعمة لمسارات التهدئة والحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية فضلا عن المساعي المصريه لحشد مزيد من التاييد الدولي نحو موقف ايجابي للتصدي لخطر التنظيمات الارهابيه في ليبيا عملت مصر بقياده الرئيس السيسي على احتفاظ الدوله الليبيه بكيانها الموحد كدوله وطنيه حيث وقفت كحائط صد منيع امام محاولات بعض الدول لتقسيم ليبيا والتاكيد على ضروره اعاده اللحمه للشعب الليبي كما التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم ومسانده المؤسسات الليبيه الدستوريه من خلال دعم الدوله الوطنيه الليبيه واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكري غير الشرعي لأي طرف كان، والأهم من كل ذلك، لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائماً إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية في مجالات الاهتمام المشترك. الرئيس سيسي كان حريصا منذ تولي الحكم على حل الازمه الليبيه وان تكون مساعي الحل نابعه من الاطراف والمؤسسات الليبيه لذا استضافت مصر مرات عديده وفودا ممثله للقوى الاجتماعيه كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية ومؤسسات كالبرلمان الليبي والجيش الوطني وحكومة الوفاق. القاهرة استضافت كذلك الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي وانتهت الجولة إلى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي هذا وتواصل مصر دورها من خلال العمل مع جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية لوقف أي تصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف لتظل مصر دوما هي المدافع الأول عن مصالح الدولة الليبية.